شو يا بنتي؟ ما عرفتي ليش خطيبك موقوف؟ قال كان مستعير سيارة رفيقه ودعس فيها زلمة. ها وإن شاء الله الزلمة ما صار له شيء. تقاضى شوي بس ما كان يرضى يتنازل عن حقه. يعني قديش بيضل موقوف؟ لسه لحد هلأ مو مبين. ايه خير إن شاء الله. اسمع أنت وياه، هلأ وقت التصوير ما بدي حدا يتفاصح، كل واحد بيجاوب على قد سؤاله بس، وعيونكم بتضل بالأرض. أمرك أستاذ أيمن. شو هي أستاذ أيمن؟ شو أنت ابن دورتي؟ أوعى حدا ينادي لي أستاذ أثناء التصوير. شو بدنا ننادي لك لكان؟ لا تنادوا لي شيء. قولوا لي سيدي وبس، بقلكم على السؤال تقولوا لي أمرك سيدي، حاضر سيدي سيدي سيدي، خلوها مسبحة بلسانكم. أمرك سيدي. يلا لشوف، وقفوا. وقف وقف أنت وياه. وأوعى حدا يطلع بالكاميرا. بدي الندم يبان على وجوهكم ويشر من عيونكم الشرير. مفهوم؟ أمرك سيدي. ماشي الحال. أستاذ هشام أنا جاهز. جاهز أنت؟ جاهز سيدي. أعزائي المشاهدين، مهما حاول المجرم الهروب من وجه العدالة، ومهما حاول الاختفاء والتخفي، ومهما حاول تضليل رجال القانون، فلا بد له من أن يقع في قبضة العدالة عاجلا أم آجلا، لأن طريق الشر نهايته وخيمة وعاقبته شديدة. أعزائي المشاهدين، في حلقة اليوم من برنامج العين الزاهرة، ثلاثة شبان كالورود اليانعة في عز تفتحها، ثلاثة شبان في ريحان الشباب والفتوة، ولكن للأسف الشديد اختار هؤلاء الشبان طريق الانحراف سبيلا ضاربين عرض الحائط بكل قيم ومفاهيم ومبادئ هذا المجتمع، فشكلوا عصابة هدفها السرقة والنهب والسلب وإقلاق راحة المواطنين، لكن يد العدالة كانت لهم بالمرصاد وتمكنت من إلقاء القبض عليهم بأسرع وقت ممكن. شو اسمك أنت؟ عادل. أنت يا عادل رئيس العصابة ولا حدا تاني؟ أنا هو سيدي. شو يا سيدي؟ شو عايش أنت بين تجار الحريقة ولا البزورية؟ بتقول سيدي. أنا هو سيدي. أستاذ هشام خلينا نعيدها، الله يخليك، خلينا نعيدها. ماشي الحال. جاهز؟ طيب. أنت رئيس العصابة ولا حدا تاني؟ أنا هو سيدي. أنت بالأساس شو بتشتغل؟ بركب دشات سيدي. منيح منيح عن المصلحة. ليش السرقة لكان؟ سيدي الشيطان شاطر. ها الشيطان شاطر ما شاء الله. كان كلكم هيك بس توقعوا وتحكوا هالحكي. اللي رشوف ندمان؟ ندمان كتير سيدي، وشوي تاني رح أعض أصابيعي ندم. طيب أنتوا ما حسبتوا حساب لهاللحظة ولا مفكرين حالكم شاطرين وما رح توقعوا؟ هذا اللي صار سيدي. طيب هلأ وأنت بهالموقف المهين هاد والناس كلها عم تشوفك، شو بتوجه كلمة للصوص المبتدئين يلي لساتهم على أول الطريق؟ بقول لهم كلمة واحدة، إنه بلالكم هالطريق لأنه هي آخرته، ومهما كان اللص حربوه وذكي إلا ما يوقع بالنهاية. أنت شو اسمك؟ نعيم سيدي. يا نعيم، أنت اللي نشرت شباك الحديد لحتى تقدروا تفوتوا على البيت، ما هيك؟ اي نعم سيدي. يعني لو مستخدم ذكائك بطريق تاني ما كان أحسن لك؟ ما بظن سيدي. شو ما بظن؟ اللي لشوف ندمان أنت ولا مالك ندمان؟ لا والله مو ندمان يا سيدي. شلون؟ يخرب بيتك. معلش يا أستاذ هشام، لك أنا ما قلت لك بالبروفة بتقول ندمان؟ شباب معلش أستاذ هشام خليك متابع بالتصوير منشيلة بالمونتاج. يعني لو مستخدم ذكائك هاد بطريق تاني ما كان أحسن لك؟ ما بظن سيدي. شلون ما بظن؟ اللي لشوف ندمان أنت ولا مالك ندمان؟ ندمان سيدي. اللي لشوف مصاري السرقات وين عم تروحوا فيها؟ عم نصرفهم سيدي على المطاعم والسيارات والملذات سيدي. يعني ضروري تسرقوا لتتزهرموا بالمطاعم وتتمتعوا بالملذات؟ بعدك لشوف، بعد. قرب انت لهون، قرب. يا على قامتي، هذا نزار؟ لا حول ولا
ضروري هالفضيحة يعني؟ اللي نشوف انت شلون انضميت العصابة؟ انا ما دخلني بالعصابة سيدي. شلون ما دخلك؟ والاجهزة المسروقة اللي كنت عم تبيعها؟ انا ما بعت غير بس كم جهاز، يعني انا ما سرقت ولا دخلت على بيت حدا سيدي. نفس الشيء، هي مثل هي. اللي نشوف انت شو كنت تشتغل؟ كهربجي سيدي. شو بدك احسن من هيك؟ مصلحتك بتطلع ذهب احمر، ضروري تنحرف؟ كان شغلي شوي دائر سيدي. هذا مو مبرر ابدا، بالفعل عذر اقبح من ذنب. اللي نشوف انت ندمان ولا مالك ندمان؟ معلوم ندمان سيدي، انا ما بتمنى هيك موقف حتى لعدوي. وشو بتقول كلمة اخيرة؟ بتمنى اهلي سامحوني، صحيح انا غلطت بس هي ليكني عم بدفع تمن غلطتي. ان شاء الله ما عاد تتكرر بنوب اخر مرة سيدي. العمى قديش هالناس مخباية بتيابة، كان شي توقعنا الا انه يطلع حرامي بالاخير. يا لطيف امي، ان شاء الله حاجة. خلص بقى خفي عليها شوية منوها، اللي فيها مكفيها. بالله ليش شو اللي فيها؟ هذا بدل ما تفرح وتزلغت لانه كشف على حقيقته قبل ما يصير شي. يا حبيبي يا حبيبي، قديش كانت فضيحة حلوة قدام العالم لو بتجوزي هالبني ادم. شو بنا؟ قلنا لك على مهلك على البنت. انت اسكت اصلا كله منك. اعزائي المشاهدين العين الساهرة، نلتقي الان مع احد ابطال عملية القبض على عصابة اللصوص التي تحدثنا عنها. ممكن تشرح للجمهور الكريم كيف تم إلقاء القبض على العصابة المذكورة؟ في البداية شكراً لكم ولاهتمامكم. نورس. نعم سيدي. بينما كنا طالعين دورية اعتيادية مؤلبة يومية، لفت نظري ضوء منبثق من أحد البيوت يلي نحن بنعرف مسبقاً أنه أصحابها خارج البلد. نعم. معقولة ما جابوا سيرتي منه؟ مع انه انا اللي شفت الضوء وخبرت الشرطة. بجوز قصدنا عاملين هيك مشان ما تطلع العصابة وتنتقم منك. وشو بدي اعرف الناس انه انا اللي كشفت العصابة وكمشتها؟ يا سيدي بلا ما يعرفوا، خليك جندي مجهول. المهم فرضنا حصار على البناية وعملنا طوق امني محكم على الحارة كلها، ومباشرة استدعيت رجال المهمات الخاصة لأنه العصابة كتير كانت خطرة ومسلحة بكل أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتمركزت بمداخل أحد البنايات، وبعدين اتوجهوا على أسطوح البناية وصار تبادل إطلاق نار بيننا وبينهم. ما معقول نهائيا، بس رجال المهمات الخاصة قدروا يتعربشوا على حيط البناية ووصلوا للأسطوح وبلشوا بالقنابل المسيلة للدموع وقنابل الغازات والقنابل اليدوية والقنابل المضيئة، وبنفس الوقت اجوا رجال العناكب وبلشوا يتعربشوا كمان على الحيطان معهم لحتى وصلوا على درج البناية، وبهداك الوقت تماما علقت العصابة بين فتكين كماشة. رجال المهمات الخاصة من طرف، ورجال العناكب البشرية من طرف، ورجالنا البواسل من طرف. وبعدين تم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل لقاء ما اقترفت أياديهم من جرائم واستهتار وعبس بأرواح وممتلكات المواطنين. ونحن إذ نهيب بالإخوة المواطنين بأننا سنبقى العين الساهرة واليد الحانية التي ترعى أمن المواطن وطمأنينته، وشكرا لكم. أهلين أبو نزار. أهلين. الله يصلحه ابنك نزار على العملة. يا لطيف. يا لطيف شو زلنا عليه مبارح لما شفناه هو عم يبكي على التلفزيون؟ خود زل ايده لو سمحت. دخلها حاكموه لما لسه لسه. وقديش قيمة المسروقات كتار يا ترى؟
ما شفت الحلقة على التلفزيون؟ مبلا مبلا شفتها، أهل الحارة كلهم شافوها. لكن ليش عم تسأل؟ عم نطمن أبو نزار، شبنا؟ بيضل نزار ابن حارتنا وما بيهون علينا إنه ينحرف وينضم لهيك عصابة. كتر خيرك أخي، زينة اللي بيدك لبين ما تجيب اللحمة. خيرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام، أهلين عم أبو نزار. أعطينا نص كيلو موزات لو سمحت. إيه مو على عيني. دخلاق؟ هل هذا اللي طلع امبارح ببرنامج العين الساهرة مو ابنك؟ ما شفت البرنامج. شو هالحكي؟ شلون بتروي على حالك هيك برنامج وابنك طالع فيه؟ شو الظاهر ما خبروكن بوقت البرنامج؟ هلا ما عندك غير القصة تحكي فيها؟ ليش شو حكينا عمي؟ عن إذنك أخي. وين أبو نزار؟ ونص كيلو الموزات؟ خليهن لك، عمل فيهم شاكرية. طولي بالك لك بنتي، اللي ببيعك بالفور بيعيب القشور. خير، شوفي كمان خطيبة لهيفاء بطل عنها. شو السبب؟ قال ما عنده استعداد يتجوز وحدة أخوها حرامي وعم يطالعوه بالتلفزيون. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو عمل الصبي لحتى يعملوا فيه هيك؟ كله لأنه باع كم جهاز مسروق؟ بيستاهل هيك فضيحة؟ والناس اللي عم تسرب عزدين نهار بالملايين والمليارات ما عم نشوف منه الحد على التلفزيون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخطأ ما اختلفنا، احبسوه عاقبوه وخليه ياخد جزاته، بس ما تنزعوا سمعته وتوضوا على مستقبله. علي بالله رح يعيش طول عمره مشبوه ومغضوب عليه. وقف عندك، لا تحرك. فكرك رح تقدر تهرب مني؟ وين رايح بالعجقة؟ وين؟ وقف هون، إلزم مكانك. أعزائي مشاهدي العين الساهرة، يسرنا أن نلتقي مع العم أبو نزار أبونا الحرامي يلي طلعناه الشهر الماضي بالحلقة الماضية. أبو نزار، ممكن تحكي لنا شوي عن ابنك؟ شو بدي أحكي؟ عن طفولته ومراهقته، يعني كيف كان يضحك، كيف كان يلعب، كيف كان يسرق. يا ترى هو صغير كان عنده هالميول؟ لأنه في أطفال بتحب تسرق لعب رفقاتها. لا لا، نزار عمره ما مد يده على أغراض غيره. طيب يا ترى بتشك بشي ناحية وراثية بالموضوع؟ كيف يعني؟ يعني ممكن يكون طبع السرقة أخذه بالوراثة، عدم مؤاخذة، في شي حرامي بالعيلة من ناحية الأب أو الأم؟ مو بالضرورة أنتو طبعا، بس ممكن يكون حدا من أخواله، حدا من أعمامه. لك حاجة بقى، يخرب بيتك في بعضنا، عيلتنا كلها شرفة وما مدينا عيدنا الحرام. لك بس يا أخي بس، نحن طالعين على الهواء وإن شاء تطلعوا على الهواء ناكل من وراكم هواء. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع أبو نزار وابنه الحرامي. لا، عائلتنا كلها شرفة، لا أبو حرامي ولا جد حرامي، لا أبو حرامي ولا جد حرامي. أبو نزار، أبو نزار، شوفي شوفي وين المذيع؟ أنا مذيع. يمكن كنت شايف منام مزعج. قديش الساعة صارت؟ صارت الساعة واحدة. وليش ما فيتيني إلا لهلأ؟ يعني شوفي وراك، المحل وبعته، لا وراك ولا قدامك. ايه صحيح، تذكرت انه بعت المحل وما عاد عندي دوام. اصبح لك كان لحقني على ارض الديار مشان نشرب القهوه سوا. يلا لاحق. ما قلت لي ابو نزار شو ناوي تعمل بحق المحل؟ راح اشتري مكرم مشان يشتغل علي نزار بس يطلع من السجن. ولي على قامتي عليه؟ قديش بيكون تمرمط بهالسجن؟ يلا هاني كلها جمعتين وبيطلع. يعني بيقدر يشتغل على الميكرو؟ المحامي قال بيقدر لأنه عقوبته مخففة وما جردوه من حقوقه المدنية. الحمد لله طمنتني.
ان شاء الله بيطلع من السجن وفورا بيلاقي شغل. ام نزار لازم تلاقي له عروس بنت حلال، خليه ينستر وينضب ويلتفت لشغله. قلتك في حدا بيعطينا؟ وليش لحتى ما يعطونا؟ يعني بعد هالبهدلة والطلعة على التلفزيون مع النجمية والحرامية. من هالناحية لا تاكلي هم، الناس نسيت القصة وما عاد حكوا فيها، بعدين ابننا غلط ونال جزاءه ومو أول واحد بيغلط بهالدنيا. أصبح لك من بكرة إن شاء الله رح دور له على عروس، بركي إن شاء الله بحس هيك بالمسؤولية وبينضب وبيستر حاله. إيه والله يا أم نزار ما بدي وافي أبدا، فعلا لازم يطلع يلاقي كل أموره جاهزة. خير شو في؟ قصة أخي نزار طالع بحكم العدالة وكل شيء أنا عم تسمع عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خوف بكرة يسووا عليه مسلسل 30 حلقة. فضحت يا أبو نزار، سبتت لفظي يا أبو نزار.